حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. ان شاء الله النهارده هنعمل صينية سمك بالفريك. ده يا حبايب الفريك كده نقيته ونضفته يا حبايبي، وراح ايه اغسله غسلة حلوة قوي عشان لو في القش ده ولا كده يبقى ايه ينزل من المية، يبقى المية كتيرة كده. وبعد ما اغسله غسلة حلوة واروح ايه نعاه 10 دقايق ربع ساعة عشان ده فريك. حبيبي السمك اللي انا جبته ولازم بقى ايه بختار السمك يكون صابح وحي، وغسلته ونضفته تمام التمام. قشطة كمون والملح، يعني ايه قشطة قشطة قشطة، تاكلوا الحاجة بنفس. اهي كده انا عارف ايه في المية والليمون بعد ما اتغسل، بعد ما اتنع شوية اصفيه. اكون عملت له الدقة بتاعته، التوم والشطة والكمون والكزبرة الناشفة عشان يبقى ايه السمك. بصوا ما شاء الله الاهل. البصلة بتاعت الفريك كده حطيت حبة زيت دول حبايبي، بصلتين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص البصلة قربت ايه تصفر، جبت حبتين توم كده نقطعهم عليها. تدي ايه للفريك طعم للسمك، طبعا السمك هيبقى برضو متحية بالثوم والشطة والكمون والكزبرة الناشفة. نجيب ايه بقى الفريك نصفيه من المية ومن ايه من المصدى على سيدنا محمد نشوحهم على مع البصل. كده حبايبي نشفته خالص من الميه صفيته. بسم الله الرحمن الرحيم مسلسلة مش معجنة كده يتشرب مع البصل. نحط له بقى شوية سمنة كده ومنعديش عليه كده، ونفضل كده نقلب كده نفلفل على هداوة. نجيب الفلفل الاسمر عشان يديله ريحة وطعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اغسله. حاجه لما تتعمل كده حلوه كده بالراحه والهدوء بيطلع الاكل طعمه جميل ما شاء الله. لكن حاجه بتتعمل بكروته كده ما بيبقاش طعم. لازم اللي يعمل الاكل يكون مستعد يعمل الاكل وهو بيحب الاكل، يعني مش بيحب ياكل، لا يحب يعمل الاكل دي يديها ايه حقها فتطلع جميله ولها طعم. شوفوا الاكل بتعملوه في البيت وشوفوا الاكل اللي بيجيبوه من بره، والله ما ليه اي طعم ولا بحلى طعم. يعني واحد ساعات بيبقى لسه ما عملش الاكل او جعان وولادي جابوا اكل من بره، ولا لو يكون حتى ايه انا عندي كل لقمه بجبنه وما اخدش الفلوس بتاع الجبنه ولا حاجه خالص. في ساعات بتقدم كده الواحد تعبان في مشوار وتأخر، فالواحد غصب. لكن انا عن نفسي محبش اكل بره خالص، عندي جبنه احسن من فرخه بره او لحمه او كباب او اي حاجه كده. حبايبي شويه الملح، ممكن الاكل اللي انا اجيبه من بره هو السمك اللي انا بجيبه، بس بخلي السمك يعمل يشيهولي ينضفه. لكن بتاع الفراخ بره وجاهزه ومش جاهزه الله اعلم. انا ما بحبش ايه اقطع على الناس اللي بتعمل اكل بره، كل واحد ايه بقنوته محليه كده. حبايبي خلاص ما شاء الله الفريك اتفرفت. بصوا عامل ازاي، بصوا ده اسمه فريك اخضر، يعني ما بياخدش وقت لا في السوى ولا ان تبلوه كتير. ودول يا حبايبي صلصة، بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا لحد مية صغيرين كده وانا غطيه بقى ايه عشان عايزاه فرفل مش زي رز المحشي. كده حبايبي المطبخ الصلصة، جبت حبة مية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده بس يشربوا شوية طماطم على بهارات وصفات ماما سوسو، كزبرة وكمون وسمسم متحمصين، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده ريحته جميلة جدا جدا والطعم مقولكوش عليه، تعملوا الدقة الحلوة دي، دقة دقة حلوة. دلوقتي سيبوا شوية نرجع لكم تاني ان شاء الله نحضر حاجات السمك. هنعمل بقى ايه الدقة بتاعت السمك. بصوا التوم عامل ازاي، يعني عندكم وقت فاضي تقشروا التوم وتشيلوه، عندكم برضو وقت فاضي تاني تعملوا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، تضربوا لكم كام كيلو بصل كده في الكبه وبرضو تشيلوه في الفريزر، او تحمروه برضو وتشيلوه تحت الفريزر، يعني كله بينفع. اخد منه للسمك والكبه
وده يا حبايبي دي كزبرة على كمون، اللهم صل على سيدنا محمد، كزبرة على كمون على سمسم، وده ملح ودي شطة. ده ايه اللي هنعمل بيه السمك؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد شوية توم، دي حاجتنا جاهزة بتوفر وقتنا ضروري ضروري، معندناش وقت نضيعه. منقعدش كتير في المطبخ، كده الشطة والملح والدقة. كده تمام تمام كده. الثوم الطحن بالشطة بالتوابل، اللهم صل على سيدنا محمد، الكمون والسمسم والكزبرة الناشفة والملح والشطة والثوم. وده يا حبايبي ده ليمون، ده الليمون هحط عليه الدقة. حبايبي كل حاجة قدامكم خطوة خطوة. بسم الله الرحمن الرحيم، ريحتها منتهى الجمال، يعني الكفر محطوط على الدقة دي طحين عشان السمسم يتحمص ومطحون، فبيدي نكهة وطعم للحاجة. كده تمام التاني. نجيب شوية خل برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية خل برضو يدي طعم وبيساعد على ريحة أي حاجة. بس يعني ما شاء الله أنا مغسلة السمك جميل جدا. أه يا حبايبي السمك مغسول حلو حلو حلو، ابيض زي الشهد. بصوا السمك نضيف وكل وصابح وفي منتهى الجمال، السمكة اللي هو بتلمع كده ومزهزهة دي تعرفوا ان هي صالحة وجلدها ناشف، مش تحطوا ايدكم كده تغرز لجوه ما تطلعش. لا ما شاء الله السمكة صالحة وناشفة وانت الحبيب، يعني اما بجيب الحاجة كده بتلعب قدامي صحيح. ده اللي ممكن الاكل اجيبه من بره عشان ده ما فيهوش يعني. يلا كل واحد لقمته تحليله. نحيق السمك بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي وتسيبوه ايه شوية بعد ايه من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي يا عرايس ربنا يسعدكم ويوفقكم، كل حاجة قدامكم يا حبايبي. ونسيبوه شوية. بص ده اللي هنحط فيه ايه، هنحط فيه السمك. ده فيه ايه الليمون اللي احنا عصرناه، كل ما يكون الليمون كتير هيدي طعم حلو للسمك.
حبايبي، ده الليمون كده اللي احنا عصرناه للسمك. عشان اقولكم ده الليمون اللي انا عصرته عشان احط عليه السمك، ده ايه يشرب من ده، يبقى السمكة كده طعمها جميل وريحتها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط السمك. يا حبايبي كل حاجة قدامكم من ألف ليه، اهم حاجة المصداقية مع عيلتي واسرتي، وانتوا تعتبروا عيلتي واسرتي. انا لما بجيب انتوا بتسألوا عليا، الواحد عايز ليه اهل كده عيلته واسرته تسأل عليه، مفيش احسن من كده، دي عطية ربنا. بشكركم جدا جدا، محرمنيش منكم ابدا. انتوا ربنا بعتكوا ليا يعني حاجة حلوة في حياتي. بصوا حبايبي عشان السمكة تستوي كده حلو وتشرب، وايه فتحة صغيرة كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، نستوي كده انت ايه مش مساعديني الرم، لا السكينة. كده تشرب في شوية دقة كده كده خلاص. شوية الدقة بقى دول نحطهم ايه السمك عشان احنا فتحناه يتشرب. كده مية مية مع الليمون اللي انا عصره يشرب كده.